جوتسو نو مانا. من أكثر الأمور التي تعجبنا لها أنه حتى أعزائي وعزيزاتي في المدارس، في المدارس الطلبة قبل لا يدخلوا المدرسة لازم يفسخوا الجزمة ويلبسوا جزم مخصصة بالمدرسة. واحدة من المبادئ الأساسية عندهم في دخول المدارس، كل طالب بيفسخ الجزمة قبل لا يدخل المدرسة، وكل طالب عنده جزمته الخاصة حقت المدرسة. فانظروا إلى هذا المنظر الجميل، كل طالب بفسخ بحط في اللوكر حقه، وبعدين بيلبسوا الجزمة الخاصة في المدرسة. هاي جوزايماس. يلا نروح من هناك نغطيهم هم داخلين. طبعا الزائر لازم يعدي من هنا، وبرضه ما يقدر يدخل بالجزمة. هنا المدرسين لكل احد باب، هناك الاطفال، هنا المدرسين، هنا الزوار. فعاملين اللوكرز بحيث تاخذ شبشب، طبعا كله ما في يمين ويسار زي ما قلنا، مشي حالك. وطبعا مقاسات ياباني، فسامحونا على ايش؟ على شهر الأناقة. الفكرة اللي شبيهة جدا بالمساجد، انه ما حطوا الجزم كذا، الطلبة بيدخلوا بحطوا الجزم في اي مكان وبيعملوا اكوام وجبال من الجزم، كل واحد له مكان مخصص بنظام وبترتيب. فكان شيء جميل أنه وجدنا هذا المثال في المدارس، ما توقعناها الصراحة. إذا هؤلاء، معلش سامحوني، إذا هؤلاء اللي عمرهم 5 سنين قادرين أنهم يحطوا الجزم في أماكنها، فما بال الكبار اللي رايحين يصلوا في المساجد غير قادرين على عمل هذا الأمر البسيط. تتوقع أنه مسجد في وسط طوكيو، أنه المسلمين اللي هناك حيستفيدوا ويتعلموا من ثقافة النظام الشديد في اليابان، فيكون المسجد أيضا فيه هذه الثقافة، ولكن مع الأسف. هل ينفع في بلد النظام، والبلد اللي فيها أصلا الثقافة هي النظام والترتيب وكل شيء مزبطه، تيجي النقطة اللي فيها الإسلام في وسط هذه البيئة تكون نقطة بهذا الحال وهذا المنظر؟ أي غريب الحقيقة يعني. لا تعليق. إيش رأي المشاهدين؟ المشكلة فين؟ أنا بطلت فاهم المشكلة فين بالضبط. يعني لو قلت كلمة حنزعل من بعض، إذا قلت المشكلة في المسلمين، المشكلة في إيش؟ لازم من ضمن الكتالوج حق المسجد انه يكون في جزم ملخبطه، لو الجزم ما هي ملخبطه يبطل المسجد. طبعا بعض الناس حيقولوا ما هي قضيه، وهي قضيه، لانه هذه هي واجهه الدين، يعني المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى. الجزم اللي برا المساجد لما تكون ملخبطه يعطي انطباع انه هذا الدين ملخبط، فحال باب المسجد يمثل حال المسلمين. الجزم ركز على داخلين على مكان
جودو. رحنا على مكان في جودو وكاراتيه وصالات كذا في الجامعة، فطبعا الجودو والكاراتيه يفسخوا الجزمة برا، ولكن كيف يفسخوها؟ في أماكن مخصصة، أرفف مخصصة، فتجد كل الطلبة قبل أن يدخلوا لصالة الجودو أو الكاراتيه تلاقيه يفسخ الجزمة وبحطها في هذه الأرفف المخصصة. عندنا حلقة عن الجزم في اليابان، مقارنة بين الجزم هنا والجزم في المساجد عندنا. نعم والله زي ما انت شايف مرتبة، وطبعا هنا مكان لعب مهو مكان عبادة زي ما انت شايف. ايش شايف قل لي؟ ترتيب يعني، ايش اقول لك يعني غير كده. طيب النظام. ليش ترتيب هنا؟ والله من آداب يعني اليابانيين انه لما تدخل بيت او تدخل محل تحط الله يكرمكم الجزم مواجهة للباب الخروج، عشان لما تجي تخرج تلبسها. تربوا عليها من هم صغار، هم تربين على الشيء هذا يعني من العادات، والأب يعني لو تسوي هالشيء هذا غلط يعني يمكن الأب يزعل عليك ولا الأم كذا. فهو من هو صغير تلقاه مرتب شخص، يعني لو تشوف طفل يدخل مكان على طول يفسخ حذاء بهذا الستايل بالترتيب هذا. المسجد اللي هنا، طبعا المسجد اللي هنا زي المساجد كلها اللي في العالم الإسلامي، رأينا نفس الحال، صورنا عند المسجد ولقينا برضو الجزم بتتحط في كل مكان. والمشكلة أنه يعني واحد من أيوه كويس ذكرتني، واحد من الراجل شيبة يعني دخل وشاف الكاميرات وبيقول لي ايش بتصوروا؟ قال بقول له الجزم، قال لي اي والله الجزم هذه لازم يحطوها في مكانها الصح يا اخي، الواحد يتكعبل يا اخي يا اخي مدري، وحط الجزمة على الارض غلط ودخل المسجد. طب ايش استفدت منك؟ انا معليش يعني ما. هو يحط الناس، هو هذا الحق كذا المفروض يحط الناس. طب ما تحط انت طيب. يعني شوف ها حاضر، كان بقول لهم لو واحد عايز زكاج واشكر مني هناك وجاء هنا اتكعبل. ايه اتكعبل صح، الله يكرمك. طب عارف الصح، هذه مصيبة أكبر من المصيبة إنه الواحد ما هو منتبه أو ماشي أوتوماتيك، عارف الصح وقاعد تقول الناس بتتكعبلوا، طب حطوا في المكان ال صباح الخير يا عرب. واحد تاني طبعاً، أنتوا قاعدين تضيعوا وقتوا بدل ما تصلوا قاعدين تصوروا، وحط الجزمة عناداً، شوف سبحان الله وهو داخل عناد، شافنا وبقول له يا أخي بس حط الجزمة صح، قال لي ما أدري إيش قاعد يبربر. حطها كده ورماها، حتى رماها كده ودخل. يا سلام، هو ده اللي استفدناه احنا من ال. يا اهلا وسهلا. هذا 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 اللي فيه ماله؟ ايوه ماله المنظر ده. طب ايش تسوي له يعني؟ ها؟ تحط الجزم هنا بس كده؟ بس كده؟ ما يحتاج كاميرا وتصوير. ليه؟ عشان بيت بيوت الله، بس المنظر يكون بيوت الله ما هو. نعم؟ معلش انا بس قصه سريعه بس كذا على السريع للرسول عليه الصلاه والسلام، لما جاء دفن ابراهيم ولده رضي الله عنه نزل الفضل بن العباس ونزل اسامه بن زيد دفنوه، فلما خرجوا دفنوه حطوا اللبن الطوب، فحطوا طوبتين بينهم فرجه ما هم مظبطين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سووا هذه، فاستغرب الصحابه قالوا اتؤثر على الميت؟ يعني حسبوا لما الطوب ما يكون مستوي تاثر على الميت، قال لا ولكنها تقر عين الحي. المنظر المنظر يؤذي الحي. شوف الرقي ودوب ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، هذا منظر لا يقر عين الحي. والله العظيم. طبعا أنا ما أعرف إيش أقول، هذا موضوع غطيناه من خواطر اثنين من 3 سنوات، ومع الأسف كأننا لم نقل شيئا. الواحد أحيانا يستشعر أنه كلامه يعني هباء منثورا. إن لم تتحول حلقات خواطر والأفكار التي فيها إلى عمل فهي مضيعة وقت. فإذا انتهينا من الحلقة اليوم وجلسنا على السفرة والله الحلقة اليوم كانت لذيذة، وأحمد والله اليوم أتكلم عن الجزم يا حليلو، شفت لما نقابل، شفت لما جاب السيرة، بعدين نروح المسجد محلك سر. شكرا جزيلا أيها الآباء، شكرا جزيلا أيها المدارس، وإن شاء الله نرى هذا التغيير يا رب. We'll be right back.
وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن مثل بحضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصى المختار بها ولنا فيه المثل الأعلى، فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب خواطر